اهلا بيك يا مستقبل، معاكم اروى من الماضي. انا من زمانكم على فكره. قررت انا ومجموعه من المناضلين ان احنا نسافر عبر الزمن في الفتره بين 2011 و2030 عشان نعرف اللي حصل، ونزلنا في سنه 2019 عشان ندور على الشخص اللي من عيله الخشن اللي معاه سر التطور ومفتاح كل مشاكلنا، وعشان فتره وجودنا في الفتره دي محدود جدا ومحدش عارف اذا كنا هنوصل ولا لا، قررنا ان احنا نسجل لكم ملامح الفتره دي، ومين عارف ممكن حد يكون معاه الحل. على فكره انا قبل ما ابدا السورش بتاعي، انا معايا هنا في الماضي عبد السلام جوزي اللي هو شخصيه مثقفه وحاجه ما حصلتش في الحياه، ومعايا كمان اتنين اخواتي من امين مختلفين تماما اللي هم عادل ومازن، ومعايا شخصين للاسف اضطرينا ان احنا نستغلهم في الرحله دي اللي هم تحسين وارشميدس العالم المخترع اللي هو عامل البتاعه دي اللي انا بكلمكم منها دلوقتي. ويلا كفايه النهارده، اشوفكم بكره، يلا سيو.